الأخلاق. الأخلاق في اللغة جمع مفردها خلق. طب الخلق دي يعني إيه؟ مجموعة سلوكيات وصفات طباع وعادات بتوصف الإنسان أو بيتوصف بيها الإنسان، سواء خلق حسنة أو خلق رديئة. الأخلاق ميل من الميول نحو سلوك ما أو فكرة ما. كمان في تعريف للأخلاق إنها قوة راسخة في الإرادة اللي بتخلي الإنسان يختار اختياراته في الحياة. والخلق أفضل الجمالين، لأن الجمال اتنين، جمال حسي، جمال يتمثل في الهيئة والشكل والجاه والمنصب، وجمال معنوي، سلوك، علم، أدب، ذكاء. الإنسان محتاج إيه في الجمالين دي؟ محتاج الخلق أكتر، علشان كده في الأثر الخلق أفضل الجمالين. الأخلاق بعضها فطري وبعضها مكتسب، يعني في طباع أنت بتتولد بيها وفي عادات وتقاليد وسلوكيات أنت بتكتسبها. علشان كده ساعات كتير نلاقي مادة الأخلاقيات جوة التربية الإعلامية، لأن هي الأخلاقيات تربية. أنت كمان ممكن يكون عندك طباع معينة، لكن بالتعلم بتتخلص منها وبتكتسب طباع جديدة. يكون عندك مثلا طباع تتعارض مع النجاح، بالتعلم بتكتسب عادات جديدة للنجاح، وهكذا. ده المفهوم العام للأخلاق والأخلاقيات. طيب نيجي عند الأخلاقيات المهنية. كل مهنة ليها مجموعة أخلاقيات، يعني قيم ومعايير بيعتمدها أفراد المهنة للتمييز بين الممارسات الجيدة والممارسات السيئة المتعلقة بالمهنة، بين الصواب وبين الخطأ، بين المقبول وبين غير المقبول. عشان كده السلوك المهني سلوك يخضع لمعايير مهنية وأخلاقيات مهنية، وبالتالي بنلاقي مواثيق الشرف والأكواد الأخلاقية بتبين القيم والمعايير والمبادئ والقواعد والسلوك الخاصة بالممارسات المهنية. إيه فايدة المواثيق الأخلاقية دي؟ ليه عملوها؟ المواثيق الأخلاقية بتوفر إحساس بنضج المهنة وذاتية وخصوصية المهنة. المواثيق الأخلاقية بتتيح للمهنيين إن هم يعرفوا مهنتهم، ويعرفوا يقولوا للممارسين الجدد إحنا مين، شروط مهنتنا إيه، عشان تدخل تبقى جزء من فريق العمل في المهنة دي، تتصف بإيه وإيه اللي لازم تعمله. المواثيق الأخلاقية تساهم في تشكيل صورة واضحة عن ممارسي المهنة، وبالتالي هي بتحدد دورهم تجاه المجتمع. المواثيق الأخلاقية تساعد على تحسين مستوى الأداء المهني وتعزيز الإحساس الداخلي بالانتماء لمهنة ليها وضعها وكيانها وميثاقها، والحرص على كرامتها وعلى صورتها لدى المجتمع، وعلى حقوقك المهنية المكتسبة نتيجة حفاظك على مواثيق الأخلاقية الخاصة بالمهنة دي. المواثيق الأخلاقية الإعلامية بتظهر مسؤولية وسائل الإعلام نحو المجتمع، بتتضمن الكلام عن حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة والإذاعة والتلفزيون، حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات، حق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات من مصادرها ونشرها، واجب وسائل الإعلام في التغطية الشاملة والمتكاملة للأحداث، جودة نوعية المعلومات اللي بتقدمها للجمهور، الموضوعية وعدم التحيز، العدالة، التوازن، الأمانة، عدم تشويه المعلومة بالدقة في نقلها، عدم إساءة تقديم المعلومات، أهمية المعلومة للجمهور وإتاحتها له، عدم الخداع في أساليب عرض المعلومات، التصحيح، الدقة،
التصحيح يعني إيه؟ يعني أنت بتلتزم كإعلامي وكوسيلة إنك تصحح معلومة خاطئة لو قدمتها، وإن أنت تتيح حق الرد للآخر اللي قدمت عنه معلومة أو للي ضيفك قدم عنه معلومة. كمان المواثيق بتفصل بين الخبر والرأي والمعلومة، تقدم التعليق العادل على الأحداث، تحترم حقوق كل الأطراف في التعبير عن آرائها، تضمن العرض المتوازن لآراء كل الأطراف، تضمن احترام حق النقد، تضمن التخلص من الصورة النمطية للناس وللاتجاهات وللجماعات، تضمن الدفاع عن مصالح المجتمع، عدم التأثير على سلطات القضاء، وعدم تناول بعض الموضوعات المتداولة قضائيا، عدم محاكمة المتهم بواسطة الرأي العام، احترام قاعدة إن الناس والمتهمين أبرياء حتى تثبت الإدانة، لكن ما تحملش القضاء مسؤولية وتبعات ضغوط الرأي العام عن طريقك أنت كإعلام. بعد كده أنت تنشر أحكام البراءة للمتهم، ما تعرضش بس إن في واحد متهم وتسيبه وتمشي، افرض ثبتت براءته تعرض، ثبتت إدانته تعرض، تنشر الحكم. عدم تمجيد الجريمة أو الدعوة ليها أو التشجيع على العنف أو التشجيع على كل ما يخالف القيم الحاكمة في المجتمع. ليه؟ لأن المواثيق تحترم القيم الحاكمة العامة للمجتمع. عدم نشر ما يسيء للذوق العام. احترام مسؤولية وسائل الإعلام نحو الدولة، احترام النظام، الدستور، القانون، احترام مؤسسات الدولة، احترام وإعلاء قيمة الأمن القومي لبلدك. عدم نشر المعلومات السرية، أنت ممكن تتعرض لمعلومة أو أنت بتدخل أماكن كتير، لو مصدرك قالك دي مش للنشر تبقى دي مش للنشر، أنت بتعلي القيمة العليا للأمن القومي في بلدك والمصلحة العامة لبلدك. كمان مسؤولية وسائل الإعلام تجاه الجمهور، احترام حق الخصوصية وعدم انتهاك حرمة الأماكن الخاصة أو الملكية الخاصة أو نشر معلومات خاصة تخدش حياة إنسان دون موافقته. عدم استخدام أجهزة التصنت والتصوير دون معرفة الناس. عدم البحث في الأوراق الخاصة للناس أو الوثائق أو الملفات دون الموافقة أو الاتفاق مع الجهات القانونية. عدم وضع الأشخاص تحت ضوء زائف، يعني أنت تحط واحد على أنه إيه ده بطل قومي، ده مجرم قومي، ده يعني لا، ما تحطش الناس تحت دائرة ضوء هي مش مناسبة ليهم. عدم الإساءة لإنسان لسمعته لكرامته الإنسانية، تجنب السب والقذف، تجنب ما يمكن أن يزيد معاناة الأشخاص أو ألمهم أو الأضرار المالية أو المعنوية، احترام حقوق الفئات الخاصة، احترام حقوق الأفراد في الرد على ما ينشر عنهم. وفي أخلاقيات كمان مع المعلنين، لأن احنا شايفين دلوقتي أن الإعلان متشابك مع الإعلام، فلازم ما سيبش المعلن يتدخل في شؤون التحرير أو الإخراج أو التقديم بشكل يتعارض مع المادة والمحتوى الإعلامي. الفصل بين المحتوى الإعلامي والمحتوى الإعلاني بوضوح شديد، الإعلانات إيه والمحتوى الإعلامي إيه. عدم تجاوز النسبة المتعارف عليها للإعلانات على حساب المواد الإعلامية. عدم قيام الإعلامي بالترويج للإعلانات إلا في حالات خاصة جدا. طب الأكواد الأخلاقية دي بتوفر ضمانات لأهل المهنة، لكن هل بتحد من حرياتهم أو من إبداعاتهم؟ لا طبعا، لأن الكود لا يتعارض مع الإبداع والفكاهة والنقد وحرية الرأي وحرية التفكير، لكن بالتزامات أخلاقية ومسؤولية اجتماعية. ده كمان بيساهم في إيجاد بيئة آمنة تعظم من مسؤوليات المهنيين تجاه المحتوى اللي بيقدموه وتجاه حمايتهم
في حماية مصادرهم. افرض انت مصدرك انت حصلت على معلومة ومصدرك سمح بيها لكن قالك ما تقولش اسمي، انت بتحمي مصدرك. افرض انت كتبت بما لا يتعارض مع المسؤولية الاجتماعية وجي حد قالك انت كتبت عني ليه، انا بكتب عنك لان ده مسؤولية اجتماعية، او بكشف موضوع معين بضوابط ومعايير معينة، يبقى هنا الكود بينفعني جدا، بيعزز الثقة والمصداقية والشفافية، وبيحترم كل فئات المجتمع لأنه بيسعى لفرض حياة كريمة لكل أفراد المجتمع لا تتعارض مع بعضها، بل بتشابك المصالح نقدر نعيش مع بعض بشكل أفضل. طيب إحنا ليه بنعمل مواثيق وأكواد أخلاقية؟ ما هو كل واحد عنده ضمير مهني، حتى نسمع كلمة الضمير المهني. لا، الضمير دي حاجة خاصة بيك، الضمير عموما حاجة خاصة بيك انت، والضمير من أضمرة. أضمرة يعني ايه؟ يعني حاجة جواك، شأن شخصي. الضمير المهني بقى شأن عام، عشان كده مش هسيبك لضميرك، الحاجة الشخصية اللي جواك اللي لا يطلع عليها إلا الله. ضميرك الشخصي انت حر فيه. افرض واحد بيسمح لنفسه بتجاوزات، لكن المهنة تلزمك بإنك لا تترك نفسك لتجاوزاتك اللي انت بتسمح لنفسك بيها. عشان كده المواثيق والأكواد الأخلاقية ضرورة، لأنها بتحفظ قواعد المهنة وأدوات المهنة، وما تسيبش كل واحد حر لضميره المستتر، أو ساعات ضميره الغائب بقى. طب مين اللي بيحط الأكواد الأخلاقية المهنية؟ هم ممارسين المهنة نفسهم، لأن هم أدرى بمهنتهم، فبيجتمعوا لوضع أكواد أخلاقية تخص الممارسات المهنية للناس اللي بيشتغلوا في المجال ده. نلاقي مثلا كود أخلاقي للممارسة الإعلامية تجاه قضايا المرأة، مين اللي حطه؟ مجموعة من خبراء الإعلام في المجلس القومي للمرأة. هما في الأصل تخصصهم إيه؟ إعلام، وبالتالي هما بيحطوا أكواد أخلاقية تلزم المؤسسات الإعلامية بالتعامل مع قضايا المرأة بطريقة معينة. كل مهنة يضع ليها ممارسوها أكواد الأخلاق لممارسة المهنة دي، علشان هم بيبقوا أدرى بشؤون مهنتهم وأدرى بأن هم يطوروها ويحسنوها ويحافظوا عليها. هل الأكواد ملزمة؟ حتى الآن هي مش ملزمة، لكن بعض الجهات بدأت تخليها ليها وضع أكبر في السنوات الماضية دي. ليه؟ لأن إحنا كمجتمع محتاجينها جداً. هي لا تحد من حريتك وإبداعك، لكن هي بتلزمك بمعايير معينة تضمن جودة المهنة واحترام حقوق كل الأطراف، الوسيلة والإعلاميين والجمهور والمعلن. كل دي علاقات لازم أحطها في اعتباري وأنا بحط الأكواد الأخلاقية. بعض الجهات بقت دلوقتي نسمع عن إن في برنامج اترفع من على قناة، في برنامج توقف، في برنامج أو قناة عندها غرامات مالية. دي كلها من إيه؟ من جهود كتيرة بذلت من أهل المهنة في جهات كتير علشان نقدر نخلي الأكواد الأخلاقية ملزمة. وهي المفروض في الأصل إن جوه كل إعلامي مسؤولية اجتماعية بتحتم عليه الالتزام نحو مجتمعه ونحو مهنته ونحو الوسيلة اللي هو بيشتغل فيها، ما يضرش القناة أو المحطة اللي هو بيشتغل فيها أو الصحيفة، وبالتالي هو إضافة للمؤسسة. وإحنا بنتعلم بحاجتين، بالخبرة وبالتعلم. يعني مش لازم أقع في المشكلة عشان أتعلم، لكن أنا بشوف اللي وقعوا في مشاكل خسروا، بعض منهم خسر برامج، خسر فلوس، خسر أوقات من المنع من الظهور على الهواء، وبالتالي أنا بتعلم من المواقف دي. علشان كده تدريباتنا العملية لازم تكون طول الوقت التعلم من كل المواقف اللي بتصادفني في الحياة.